السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي من غوسات ياستوس. اليوم ان شاء الله مع بعضنا راح نديرو خبز خبز سهل. نسحق 500 غرام 500 غرام دو فارين، نسحق اون كويري دمي كافي تاع الملح. اني جي ديجا لهنا، جي ديجا سالي، اني درت في الطرف تاع الفارين تاعي. نسحق مغرفة ماشي معمرة تاع ماكلة سكر. نسحق بياض بيضة اون بلون دوف. لو جون نسحقو باش ندهن به الخبز تاعي في لافا. نسحق خميرة تاع خبز، لهنا عندي 7 غرام 7 غرامات. نسحق مغرفة ونص زبدة طرية غاموني. نسحق مغرفة تاع ماكلة زيت. نص كاس حليب، هذا يوزن لي 200 مليلتر، دونك نتوما هذا سي 100 مليلتر، 100 مليلتر حليب دافي. ونسحق الماء بيان سور ويكون دافي. دونك نديرو ديراكتومون طريقة التحضير. واش عندي؟ دونك انا جي ديجا الملح، جي صالي ديجا هنايا الملح، راني درت في لي بوغ هنايا ودرت ان بوي. شوي فيغ ان بوي لهنا كيما كتشوفو. واش راح ندير؟ حناخد لافارين، حناخد باردون الخميرة تاعي. بسم الله، باردون، ندير الخميرة. ملازمش الخميرة تلاقى مع الملح، هذه معروفة. ندير السكر تاعي كيما راكم تشوفو. ندير شوية ما حرحر دافي شوية، الماء ماشي سخون، ماشي سخون يغلي، سينو ما طلعلكمش الخميرة. نديرو شوية برك، جو لي ميلونجي بالعقل كيما راكم تشوفو. نزيد شوية ما باش تحرحر لي هاديك الحلول. هنا نزيد ندير الزيت تاعي، هنا وندير نحبو بالبلاق، نكمل بالبيض. سي لو بلون دوف هذايا، دونك بياض البيض. دونك الحبة لي تيتيليزيوها، البيض ديرو في لاباط والصفر ديروه كي نكملو باش نديرو فوق الخبز تاعنا. فوالا نزيد هنا كيما راكم تشوفو. نسيت باش نقولكم، زافي بوزوان تاني لي غران. عندي هنا السانوج وشوية غران دو سيسام دجلان باش نشبحو به الخبز تاعنا. نزيد بالعقل، الما دافي بالعقل حتى تنطم العجينة. متفرغوش على جهة الما، فرغو غير بالعقل كيما راكم تشوفو. ونطم راني نحكم. لاباط هادية تجيكم شوية جارية، ما لازمش تجيكم يابسة. نزيد شوية هنا، لاباط تجي تلصق، لازم ما لازمش تجي يابسة، سينو يجيكم يابس الخبز ميجيش طري. هاه كيما راكم تشوفو، هاي ديك العجينة تاعنا، نحطها لهنا كيما راكم تشوفو. لازم هاد العجينة تجيكم إلاستيك باش تعرفوا بلي نجح الخبز. دونك أنا في هاد المرحلة هادي نبدا ندخل في الزبدة كيما راكم تشوفو، نزيد نطريها أكثر. راح تجري لكم سي نورمال.
قد ما تعجنوها قد ما يزيد تطرى وراهي تولي إلاستيك. شوفوا دوكا واش راح ندير، حنخبطها شويه كيما راكم تشوفوا. بعد ما خدمت بعد ما خبطتها لاباتي تاعي تاع الخبز دونك دورتها ودرتها دون زان ريسيبيون، درت دهنته بالزيت ودرتها لداخل. ودوكا نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها تخمر في غرضها، غير تخمر ودوبلي الفوليوم راني نولي لكم. الخبز تاعنا وخمر، شوفوا دوبلا الفوليوم كيما راكم تشوفوا. شوفوا انا واش ندلو، صلوا الخمير فرش شويه فرينة ونحطو مالك تشوفي. شوفي شحال طري خبزة، بزاف طرية هادية. فوالا دوك واش راح ندلها، جيت انايا امول هكذا ندور دير كوبي دي بتيت بول هكذا كيما راكي تشوفي نحطهم. لازم يكونوا نفس الحجم، هاي تلصق لاباط باسكو طرية صدقيني بزاف. شوية فرينة في يدي دونك فوالا هامليك، راني درت لي بول توعي كيما راكم تشوفوا. دوك هادوما لي بول توعي حنخليهم يزيدو يخمرو حتى يزيدو يدوبلو في الفوليوم ونولي ليكم. هامليك الخبز تاعنا بعد ما طلع، شوفوا كيفاش يجيكم. دوك واش راح ندير، حنحكم ان بلون ان جوندور، حنزيد له شويه حليب، شويه برك مش حنزيد بزاف، شويه كيما راكم تشوفوا. شوفوا ندير في البيض، درنا شويه حليب في صفار البيض، ان جون دوف ندير له شويه حليب برك كيما راكم تشوفوا. دوكا ولي كان درت الصفر تاع البيض كنشبحو بشويه جنجنان كما راكم تشوفو، شويه سانوج نديرو على 180 درجه ونشوف شحال يستغرق لي الوقت، نشوفكم من بعد. هاوليك الخبز ديالنا، شوفي كيفاش جا، والله يبارك ما شاء الله. نقسم لك وحده ها تيبو، شوفي فوالا، شوفي شوفي هاديك ما شاء الله، شوفي ها شوفي الخفة تاع البابا تاعو وريحتو ما نقولكش راهي تشهي. هاي الوصفة تاعنا خلاصت، ان شاء الله كنت خفيفة عليكم، نتمنى تيو هذا الخبز وتقولوا لي كيفاش جاكم لا بروشين فوا. على هادشي واش نقولكم، نقولكم تهلاو في روحكم، نقولكم سلام.